شجر رسول احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم وأرحب بكم معنا ضمن هذه الحلقة الجديدة وضمن هذا العدد الجديد من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا، الذي يأتيكم على المباشر ومع صاحبي الفضيلة الشيخ أبو عبد السلام، فأرحب باسمكم جميعا به معنا وبيننا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. حياكم الله شيخنا الكريم، أهلا وسهلا. يصحبكم الزميل فيصل في لغة الإشارة، وكذلك الزملاء على عارضة الإخراج مع الزميل يونس، ونتلقى ونستقبل إن شاء الله المكالمات والاتصالات بعد بيان موضوع لقاء هذا العدد، دائما على الأرقام الهاتفية التي عودناكم عليها: 021 39 42 42، 021 39 43 43. شهر الله الحرام محرم، محطات ووقفات. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصوم بعد الفريضة صوم شهر الله محرم. وجاءت أحاديث تبين فضل الصوم في هذا الشهر الكريم. محرم من الأشهر الحرم، مكانته قديمة ومنزلته عند الله عظيمة. وهذا الشهر الحرام نستفتح به العام الهجري، ونستفتحه كذلك بعبادة من أعظم العبادات هي عبادة الصوم. إذا جاء محرم فإننا نقف عند محطة من أعظم المحطات في التاريخ الإسلامي، وهي حدث الهجرة النبوية. ولنا وقفة أخرى كذلك، أننا نقف في محطة من محطات الأمم السابقة، قصة موسى وقومه مع فرعون وجنده الذي أغرقه الله في هذا اليوم العظيم. هذا الشهر أيها الأحباب الكرام، لنا وقفة مع الشيخ أبو عبد السلام إن شاء الله تعالى، بيانا وتوضيحا تنبيها وتذكيرا. شيخنا الفاضل، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله. أخبر الله تعالى في سورة التوبة أنه خلق الزمن وقسمه إلى 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، وهذا يوم خلق الله السماوات والأرض. هذه الأشهر الحرم هي رجب منفردا، ثم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهذه الأشهر سميت أشهر الحرم لأن فيها يرتفع الشر وينزل ويعم الخير، يرتفع الحقد والحرب والتقتيل، ويعم السلم والسلام والأمان. فلذلك سميت حرما لأنها محترمة ومحرمة، تحرم فيها كثير من الأفعال، من بينها الصيد عند المسلمين، وخاصة صيد المحرم، يعني الذي أحرم بالعمرة أو بالحج لا يجوز له أن يصطاد وهو حرم. فإذا لها حرمتها ويجب أن تحترم، وكان العرب يحترمونها حتى قبل الإسلام، ولكن كانوا يستعملون النساء، النساء الذي ذكره الله تعالى أنه كفر. إنما النسيء كفر، وهو هذا النسيء هذا، وهو انتقال الشهور، يعني بإرادة الإنسان. والله تعالى لا يسمح بنقل الشهور من شهر إلى شهرين. فكانت عندما تكون لهم رغبة في الغزو وفي السطو وفي الاعتداء يؤخر، وهم في أشهر الحرم، يقول هذا الشهر نؤخره إلى الشهر القادم أو إلى شهرين القادمين، ونجعل هذا الشهر بدلا عنه في الشهر الفلاني، يعني الذي يحل فيه القتال ويحققون مآربهم. وهذا كفر، جعله الله تعالى كفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الكفر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في وقته قد استدار الزمان وعاد إلى ما كان عليه في الأصل، يعني لأن الشهر المحرم الله في المحرم، وذو القعدة وذو الحجة راهم في ذو القعدة وذو الحجة، ورجب راه في رجب، يعني معناها ليس هناك شهر الآن انتقل إلى شهر آخر أو تداخلت الشهور، كل شهر راهي في حينه.
وبدايته برؤية الهلال ونهايته برؤية الهلال. فهذا الشهر إذن شهر له حرمته عند الله تعالى وعند الإنسان عموما، ولكن في الإسلام عنده ميزة خاصة. أولا فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. معناها الإنسان عندما يريد أن يتطوع بالصيام، وليس على سبيل الفرض، لأن الفرض ليس هناك فرض في الصيام إلا الشهر شهر رمضان، أما ما يصومه الإنسان خارج رمضان إما أن يكون كفارة أو دين، وإما أن يكون تطوعا. والتطوع لا وقت يحرم فيه إلا أياما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. في الشهر المحرم هو أفضل الشهور لصيام النفل، صيام تطوع عموما يعني الشهر كامل. ولذلك الإنسان إذا يجتهد أن يصوم ما استطاع في هذا الشهر. ولكن أيضا جعل الله تعالى في هذا الشهر صوم يوم، من صامه غفرت له أو كفر الله له عنه ذنوب سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحتسب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفر ذنوب سنة بأكملها، وهو يوم العاشر من المحرم، والذي يسمى عندنا يوم عاشوراء. عاشوراء. فعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وجد اليهود وهم أهل الكتاب يصومون يوم العاشر من المحرم، فسأل لماذا يصومون هذا اليوم، فأخبر أن ذلك اليوم هو الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام والمؤمنين معه من بطش فرعون وهامان، فقال: أنحن أحق بموسى منهم، فصامه ورغب في صومه. ولما علم أن اليهود يصومون اليوم العاشر يعني عاشوراء، فأراد أن يخالفهم، فقال: لئن أحياني الله إلى القابل لأصومن التاسعة والعاشرة أو التاسعة والعاشرة. نعم. ونحن هذا العام في بلادنا التاسع والعاشر هما الاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله. وننبه إخواننا: الاثنين والثلاثاء نحن عندنا وطن له مطلعه وله مغربه، وله مسؤولون مكلفون بتسيير وبإخبار الناس ببداية الشهور ونهاياتها، وهي وزارة الشؤون الدينية والأقاف، ولها رزنامة، وهذه الرزنامة تحترم وثبتت صحتها عدة مرات، مش مرة واحدة، عدة مرات. غيرنا من الإخوان المسلمين من الإخوان العرب يتخذون مواقف في بدايات ونهايات الشهور، ولكن بعد مدة يتبين لهم أنهم أخطأوا ويعودون إلى الصواب. فعودتهم إلى الصواب هي عودة إلى أرزنامتنا. هذا يؤكد ويثبت أن رزنامتنا صحيحة 100%. رزنامتنا رأي قالت بأن أول محرم هو يوم الأحد اللي هو أول سبتمبر، وما دام هو الأحد العاشر من المحرم سيكون يوم الثلاثاء. والذي يريد أن يصوم على ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ويصوم العاشر اللي هو يوم الثلاثاء. العلماء اجتهدوا وقالوا: إذا كان الإنسان سهى أو منعه مانع من أن يصوم يوم التاسع، فله أن يصوم لمخالفة دائما اليهود أن يصوم العاشر ويزيد معه الحادي عشر. هذا خروجا من الخلاف يعني من موافقة اليهود، وليس لكونه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم للصيام، وإنما أن نخالف. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم خالف ورغب في مخالفة اليهود نخالف اليهود بذلك. هذا هو. بارك الله فيك. وفي محرم أيضا، نعم، محطة الهجرة، محطة التأريخ. نعم. تأريخ بالهجرة. نعم. عندما اجتمع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة، وجمع معه ثلة من الصحابة الكبار الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا إليه وسمعوا منه وكانوا علماء: عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، يعني رضي الله عنهم جميعا، وأبو عبيدة بن الجراح، يعني ثلة من النخبة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
فاجتمعوا في كيفية بداية التاريخ، لماذا الآن نؤرخ بالأحداث؟ يعني المسلمون كانوا يؤرخون في بداية الأمر بالأحداث، ولد عام بدر، ولد عامين قبل حادثة الفيل، وكذا إلى آخره. فقالوا هذا التاريخ هذا فيه اضطراب، يعني ما فيش انضباط، ما فيش دقة، لابد من التاريخ يكون دقيق. فاجتمعوا وبدأوا نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نؤرخ بموته صلى الله عليه وسلم، فلم يقع هناك اتفاق على التاريخ لا بالميلاد ولا بالوفاة. فاهتدوا واتفقوا على أن يكون البدء بحدث الهجرة، لأن حدث الهجرة هو أولا خروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، ثم هو تأسيس للدولة تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، هو تأسيس العظمة التي أسست للحق في العالم ومحو الباطل ومحاربة الباطل، يعني تحرير الإنسان من عبودية الإنسان إلى عبادة رب الإنسان. فهذا الحدث يعني له من الوزن ومن القيمة ما اتفق عليه المسلمون في عهد سيدنا عمر على جعله بداية للتاريخ الهجري، وجعلوا حدث الهجرة هو السبب. ولكن حدث الهجرة لم يحدث في شهر المحرم، لكنهم لما اتفقوا قالوا إذن الهجرة هي مبدأ التاريخ. قالوا ما هو أول الشهر في أشهر القمرية؟ قالوا هو المحرم، إذن نبدأ التاريخ بالمحرم. فكان شهر المحرم هو أول شهور الهجرة. هذا يعني حدث عظيم، وهو بداية التاريخ للأمة، تمييز للأمة، تكوين للسيادة تاع الأمة، وهو أدق من التقويم الشمسي. يعني الآن التقويم الشمسي في كل 4 سنوات عندهم سنة كابسة، يعني فبراير يصير فيه 29. كيف يعني هذا الكلام هذا؟ يعني لماذا؟ لأنه عدد من الساعات تتراكم يتم بها اليوم مرة في كل 4 سنوات. فهذه السنة يسمونها كابسة، معناها الحساب غير دقيق، وهذا باعتراف العلماء الغرب، وقالوا بأن الآن أدق حساب في الشهور والأيام هو الشهر، الحساب الهجري القمري، فهذا أدق. وقضية يعني إمكانية الدقة، يقول لك احنا نصوم كل شهر نترقب الهلال، وفي كل شهر نترقب الهلال، يعني أين الدقة؟ لا، الدقة الآن موجودة العلمية، الآن الأرصدة العالمية تؤرخ لنا لحدث سيحدث بعد 50-100 سنة بدقة، ويترقب الناس حدوثه، مثلا كسوف وما إلى ذلك، ويحدث بالثانية وبالجزء الذي حددوه وبالمكان. فقالوا كيف يعني هذا العلم وصل إلى هذه الدقة؟ لا يستطيع أن يحدد مطالع القمر الذي قال فيه ربي يعني يجعله يعود إلى يصير كالعرجون القديم، ثم ينمو 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 إلى أن يستدير، ثم يتناقص يتناقص إلى أن يصير كالعرجون القديم. يعني قالوا هذا أدق. نحن في تتبعنا للقمر واستهلاله ونموه ثم تناقصه وبداية الشهر يعني ميلاده من جديد للشهر القادم، هذا كله معروف علميا وحسابيا. فلذلك اتفقوا على وضع هذه الرزنامات، وهي دقيقة جدا، خاصة في بلادنا راها يعني الناس المشرفون على إنجازها ناس علماء ثقة، وكذلك عندهم دراية ويستعينون بأحدث الأرصدة في العالم. فإذا يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، ويكون 9 و10 الاثنين والثلاثاء. ربي يتقبل منا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب العالمين. الله فيك شيخنا الفاضل. إذا مع الاتصالات معنا الأخت زهرة من ولاية باتنا ومروة من قسنطينة، فأبدأ مع زهرة. السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وسلامنا على شيخنا وأبونا عبد السلام. مرحبا، أهلا وسهلا. الأخ، أنا بغيت نسقسيك في هذا العيد الكبير، إحنا يا ضحينا يعني الأضحية تاعنا قدمناها لجارتنا هي أرملة، وإحنا ما قدمناهاش الأضحية كاملة، يعني الخروف إحنا عطيناها مبلغ مالي قيمة الخروف الذي إحنا نعيدوا به، إحنا يعني العيد تاعنا
حنا عطينا عليها مبلغ مالي مدينا عليها وقلنا لها شري، يعني انا الزوج نتاعي شيخ كبير راجل كبير ما يقدرش يروح للسوق ويشري، وعطيناها المبلغ المالي وقلنا لها شري. هي هذاك المبلغ المالي عطاتها لخوها، كلفت خوها باش يجيب لها الخروف. كي راح خوها هذا باش يجيب لها الخروف على السيد هذا، وهذا السيد يعرفهم، اعطاها المبلغ قال له باللي هذا الخروف على الانسان باش يضحي، وبقى يضحيها اليتامى. هو كي شراها شد عليه المبلغ، شد عليه من المبلغ، ومن بعد نقط من هذاك المبلغ قال له هذا مده الارمله هذه، يعني نص مش المبلغ كامل، يعني جزء منهم مثلا 3 ملايين اعطاها 500 ألف، يعني نص مليون قال له هاك اعطيه لهذه الارمله، يعني وجاب لها الخروف هذاك، جاب لها الخروف هذاك وعيدت به وسمت الاضحيه على الشيخ الزوج نتاعي. يعني انا بغيت نسقسي هل هذا المبلغ، يعني هذه الاضحيه تعتبر اضحيه كامله وحنايا هذا؟ طيب هذاك المبلغ استفادت منه السيده ولا لا؟ استفادت، هي اخذت هذاك المبلغ اللي تنازلها عليه البائع. هي كي عطاها المبلغ 3 ملايين مثلا قال له شري خروف على حساب الدراهم هذه. طيب اخذت المال ذاك، هي ادات المال. حكمته قال لها اعطيها هذه الارمله من عندي. طيب واضح ان شاء الله. نعم واضح ان شاء الله، سؤال واضح. ايه وهذا هل يعتبر يعني الاضحيه نتاعنا؟ اسمع الشيخ اللي يجاوبك ان شاء الله بعد قليل. لا ان شاء الله باذن الله. وسؤال ثاني يعني نسيته، يعني معلش معلش نخلي الاتصالات لبالك يا زهرة حتى لا نطيل على أصحابها. دقيقة، بقيت نسقسي الشيخ دوك، أنا الزوج نتاعي يعني كاين مبالغ يعني الشهرية نتاعو المبالغ المالية نتاعو يحطها ويقول لي ندي منها وندي منها وكل شيء، وساعات يقول لي يعطيني منها، يعني يعطي مبلغ مالي، وأنا قلت له يا ودي لكان هاد الدراهم اللي تخليها يعني خطرة أخرى قول لي، يعني لا هي نتاعي كل ولا تبقى المبلغ خطرة أخرى يدوا الورثة ولا مانيش عارف خطرة أخرى كون يتوفى هذا الزوج، يعني هذا المبلغ اللي يبقى عندي أنا يعتبر من إلى الورثة أم يكون مبلغ إلي. هاي طيب واضح إن شاء الله يا شيخ. شكرا. مروة من قسنطينة. نعم. السلام عليكم الشيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام السلام الشيخ حسن السلام اللي راه منورنا الشيخ. الله ينور قلبك ويعمر بالإيمان يا رب. الشيخ محمد واحد السؤال راه محيرني بزاف، ربي يرفق. خير إن شاء الله. شوف عندي عندنا دار نتاع الأب. دار تاع الأب. هذا الشيخ. شوفوا هي دار تاع لي زافيران ماشي عندي كل حاجة، راهو كاري في لي زافيران 6 بيوت. وسكنها 14 سنة وقعدت توفى الشيء. توفى الأب. يا هالطارة الدار كي تعود ماشي ملك ولا ما يسالوش الشيخ محمد؟ كي تعود ماشي ملك؟ نعم. كي تكون ماشي ملك؟ ماشي ملك فكرة، وتكونها 14 سنة توفى، ومن بعد الإنسان يحكمها 14 سنة هو اللي قايمها. وكي سقسينا فين وكيجي يعني في عندهم قالت حنا غادي نعطيها يديها، بصح حنا بقى نحوسوا من ناحية الشرع، نحوسوا من ناحية الدين يعني. أسكن الوراث هذا مسلم ولا ما يسالوش حق بابهم، وإلا هذيك 14 سنة اللي كرا يعني يسلكها الآن نعطيوها للمصوار ونتهلاو ولا كيفاه؟ هذا السؤال الأول يا شيخ محمد الله يحفظك. السؤال الثاني؟ إي والسؤال الثاني على الزكاة 56 مليون نفتي ولا لا؟ 56 والدعاء الأولاد للزواج والقراية والهداية الله يحفظك. 56 دار عليها الحول. دار عليها الحول. لا هي عطاها ما عطاها. طيب. الساعة كي داروا 56 ما فهمناش. طيب يقول لك شحال النصاب تاع هذا العام هذا؟ الله يبارك ودعاء الاولاد للزواج والهداية والنجاح. ربي يسهل ان شاء الله ويجعل التيسير ان شاء الله والتسهيل. بالسلامة، شكرا اخت مروة. من ولاية البويرة زهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا انا أنت دا عمرة عمال من نرفع مزوجي مات. نعم. ودا دا عمرة وبق ما جيتش مع مرات ما نقدر نروح وحدي. طيب. واضح. والسؤال الثاني. سؤال. المهم لا ندير له بلاكا ولا ما نديرلوش؟ على القبر. على القبر تاعو غير. واش تكتبي فيها؟ نكتب اسمه يعني ولا السنة ولا شحال واش ندير له؟ واضح ان شاء الله.
صحيح والدي. والدينا والدك. طيب رشيدة مشلف. مرحبا تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بغيت نسقسي الشيخ يقول لي شعر ايوب الام اللي هو الان الزوج خلى لها الارض قطعه ارض بقى كانوا ولادها وخلاه فرد واحد منهم. ما فهمتش. ما عطاتوش ما قتلهم. واضح السؤال شيخ. اوه وماذا فيش تخيل غيري من الاولاد. ان شاء الله تعالى. بالسلامة. طيب فيه اتصال يا يونس. نعم اذا نتواصل دائما مع المتصلين والمتصلات على الارقام الظاهرة ادنى الشاشة 021 39 42 42 021 39 43 44. طيب نجيب. نعم معنا حياة من بومرداس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ أنا حياة عاملة وطالبة. نعم. في وقت الخدمة والقراية حلفت باللي ما نكمل قرايتي. أعيدي السؤال. قلت لك في وقت الضغط تاع الخدمة والقراية حلفت ما نكمل قرايتي ومن بعد ندميت على الحلف هذاك. واش ندير اكزاكتومون؟ وشكرا. واضح ان شاء الله. شكرا. عفوا. طيب نمر الى سؤال اخر. نعم سؤال ونجيب بعده ان شاء الله تعالى. من جيجل معنا عبد المجيد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد المجيد. نقص التلفاز الله يرضى عليك. نعم. انا حبيت نسقسيكم شنو. تفضل تفضل خويا. انا عندي الاب تاعي توفى العام اللي فات. نعم. وكتب واحد الموسوم تاع تراب اخي. باباه مات العام اللي فات وكتب قطعه ارض. على ما كتب هذه القطعه؟ هذا خويا كبير. وانا ما كنت على بالي ما كنت على بالي من 2014. واضح. دوك كي توفى الشيخ وانا عندي اختي ويما اسكو هذا المرسوم تاع تراب حلال على خويا ولا لا في نفس الامور؟ واش راه يقول خوك الكبير؟ خويا الكبير انا فرد معاه قال لي بلي يعطاوني خوك بس ما نعطيهمش انا. ان شاء الله نجاوبو. صح نعيمة من تيبازا لا باس نضيف مكالمة أخرى. نعيمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. عندي بابا طال خويا الأرض غير بالفم هكاك ما كتبهالوش ما كتبهالوش وطال خاو كيزوج هذا خويا من بابا طالو هذيك الأرض بلا ما يكتبهالو قبل ما يموت الله يرحمه. وطال خويا طال زوج خالتي كورة الدار طالهم والبنات طالهم حق الله صغيرة كاين ست بنات هما. أنا حبيت نعرف باللي هذا خويا من بابا باع الأرض بلا ما يقول له كان داير بابا كان داير له قبل ما يموت كان داير له وكالة. إيه كان داير له وكالة صافي باعها بلا ما يقول لنا وبلا ما يعطي لخالتي خاطش على بابا ما كانش كاتب كاع حتى واحد كان كاتب غير زوج خالتي هذوك الزوج خالتي كان كاتب لهم الدار وهو طايلو هذيك الارض خويا من بابا غير حكي. طيب واضح ان شاء الله. حبيت نعرف اسكو كي باعها ما قسمش الدراهم وحده حبيت نعرف لا يتحاسب ولا حنا ما حنا مدينا حتى حاجه هذيك الارض اللي عطاها لنا بابا حنا ست بنات كشغل على الجبل ما تنتباعش. واضح واضح ان شاء الله. هذا هو حدث. مع السلامة. شكرا يا نعيمة شكرا جزيلا. طيب شيخنا نبدا مع سائلة من بثنا الاخت زهرة. هذه الاضحية اللي شراوها لهذه الجارة الفقيرة ثم تنازل البائع عن بعض الثمن لهذه الجارة الفقيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاهم الله خيرا عن هذا الإيثار، يعني لم يتمكنوا أو لم يفعلوا ذلك بأنفسهم وفي بيتهم، بل فضلوا أن يفرحوا الجارة بأولادها بتلك الأضحية وقدموا لها الثمن لشراء الأضحية. وصاحب الخروف أيضا نبل منه تنازل عن 5000 دينار هبة أو صدقة منه للجارة التي سمع بأنها تتكفل يتامى وترعاهم وتربيهم وتنشئهم. واليتيم والمرأة الساهرة على يتامى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى المجاهد في سبيل الله. فكل من يعين هذه الأرملة فهو إن شاء الله مأجور أجر كبير. فأصحاب الصدقة الأولى للأضحية مأجورون، وصاحب الخروف الذي تنازل عن 5000 صدقة لهذه المرأة وهؤلاء اليتامى أيضا مأجور جميعا. والأضحية إذا ذبحت باسم العائلة الأولى أيضا أضحية تامة وصحيحة ومأجور عليها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال مروى من قسنطينة، تقول مروى أن في دار الوالد هذه ولكن غير مملكة، يعني هل الورثة الحق في هذه الدار؟ قبل هذا كان عفوا نعم، زوجها يترك مبالغ مالية في البيت ويأذن لها في استعمال هذه المبالغ. نعم. تسأل إذا قدر الله عز وجل ومات، ايه، هل هي ميراث أو لا؟ طبعا كل ما كان ملكا لهذا الرجل سواء تركه في البيت أو في محل تجاري أو في بريد أو كذا، كل ما كان ملكا له بعد وفاته يصير إرثا للورثة الشرعيين من الأبناء والبنات والوالدين والزوجة. فإذا ما تلك الأموال التي كان يتركها في البيت والتي أذن لها بأن تأخذ منها ما احتاجت، وكان أحيانا يعطيها مبالغ أخرى يعني إضافية، فالذي أعطاها كهبة كعطية في حياته تلك الأموال لها لأنه ملكها إياها فهي لها، لا تدخل في الميراث. لكن التي تركها في البيت يعني وضعها في البيت لمصاريف البيت ولقضاء مصالح البيت إلى آخره، فتلك الأموال ميراث تقسم على الورثة كل حسب منابه المنصوص عليه في الشرع. نعم. طيب، ما هو من قسنطينة سيدنا الشيخ؟ نعم، لهم دار. نعم. غير هذا الدار غير مملكة. نعم. غير مملكة. نعم. نعم، هي كراء من وكالة تسير الأملاك العقارية. طبعا هذه الدار لو كان الأب حيا هل تنتزع منه؟ هل يطرد منها يخرج منها؟ حسب المعمول حسب يعني الـ 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 الاستنتاجات أو يعني المعمول به ما لا يخرج. نعم. إذن فهو في حوزته إلى أن يستغني عنها أو يموت. فإذن هنا الانتفاع بهذه الدار ينتقل من ذلك الأب إلى ورثته، الانتفاع مش ملكية البيت، الانتفاع بسكن البيت. الآن هذا من الناحية الشرعية، لكن من الناحية القانونية والشرع يوافق القانون هنا. إذا كان القانون يقول البيت غير مملكة، عندما يموت الكاري الأول تنتقل يعني ينتقل الإيجار إلى الساكن الفعلي فيها، ابن الكبير ولا ابن الصغير ولا الزوجة ولا المهم الذي ينتقل الكراء إليه، والمؤسسة تحاسبه شهريا ويكون عنده الحق في الاستفادة في إطار التنازل عن أملاك الدولة في بيعها بالدينار الرمزي لساكنها، فذلك هو الذي يستفيد. إذا كان القانون ينص صراحة على هذا يولي المستفيد الفعلي الساكن فيها فعليا هو الذي يستفيد. وطبعا اللي يدفع حقوق البيع وحقوق الشراء، لكن هذا الذي استفاد وهو أخ لبقية الإخوة مفروض قبل أن يقدم على عملية الشراء يخبر إخوته، قال أنا هل أنتم الآن تشتركوا باش نشريوا البيت هذا؟ إذا كان بقية الإخوة قالوا إحنا ما نشريوش ما عندناش ما نقدروش، وهو أخذ موقف وقال أنا قادر نشريها، سمحوا لي نشريها، وسمحوا له ورضوا بهذا اشتراها فهي ملك له
برضا منهم وبتنازل منهم، لا يحتاج هذا التنازل إلى توثيق، المهم أن يكون تنازلا فعليا مش كذب وزور وبإرادة يعني. وبإرادة إذا كان الأمر كذلك فهو حلال لمن اشتراه. طيب سألت عن المبلغ 56 مليون هل فيه زكاة؟ أولا 56 مليون هذا لم يبلغ بعد النصاب، لأن النصاب هذا العام هو 58 مليون و 225 ألف. اللي ما عندوش ننبه لشيء، قادر الإنسان يكون عنده مبالغ في البنك يمسهاش، ولكن عنده يعني في الدار ما يصرف منه مكذا، هو هل يضم بعض هذه البعض؟ نعم، الإنسان الذي يملك عدة أوعية من المال للمال، نعم، إذا جمع المال لبعضه يبلغ النصاب، يصل إلى النصاب، نعم، الزكاة. نعم هذا الذي، لأن العبرة نعم بالملك، بالملكية، لأن شروط الزكاة هي أربعة، من الشرط الأساسي هو الملك التام. نعم، فيعني امتلاك هذه الأموال رغم تعدد أوعيتها فهي ملك كل واحد متعين، إذا بلغت النصاب إذا اجتمعت يزكى. نعم، يزكى هذه الأموال. إذا كانت أقل، إذا كانت أقل لا زكاة عليها. نعم، ولكن إذا أراد صاحبها أن يتصدق أو يخرج حتى على سبيل الزكاة تقربا إلى الله تعالى له ذلك إن شاء الله. طيب زهرة من بويرة، نعم، قالت اعتمرت مع زوجها وهي اليوم توفى رحمه الله وتريد أن تعيد الاعتمار. والله احنا نقول حتى ولو لم تعتمري سابقا العمرة ليست فرضا، والمرأة السفر في حقها يجب عليها أن تسافر مع المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ما دامت العمرة ليست فرضا وقد اعتمرت قبل ذلك مع زوجها فلا تسافر من غير محرم، هذا هو الرأي الراجح عند جمهور العلماء. وإن شذ بعضهم وقال إذا كانت كبيرة السن إذا كانت مع الرفقة الآمنة، لكن هذه الرفقة الآمنة في الحج، حجة الإسلام خاصة، إذا كانت تريد الذهاب إلى الحج ولم تحج من قبل وهذه حجة الأولى نتاعها يعني حجة الإسلام، هذا يجوز لها أن تذهب لأداء فريضة الحج مع الرفقة الآمنة ولو ليس لها محرم، هذا هو. أما العمرة فليست فرضا. نعم. طيب هل يجوز، تسأل زهرة من بويرة، أن تضع لافتة على قبر زوجها في اسمه ولقبه وتاريخ الميلاد والوفاة؟ إذا ثبت أن القبر الذي لا يحمل علامة تعين ملكيته لعائلة ما يضيع، يعطى لغير العائلة من أجل إعادة الدفن فيه كما حدث مع قبور كثيرة، قبور كثيرة، إذا كان الأمر كذا هكذا يجوز فعل يعني وضع علامة تعين صاحب القبر أنه لعائلة كذا والقبر ملك له لا يتصرف فيه لا الجهاز الإداري ولا الجهاز الآخر الحر، نعم، يبقى ملك له. هذا هو. بارك الله فيك. وربما هي أيضا سألت عن حكم الكتابة ابتداء، يعني الكتابة الاسم فقط، لا نكتب آيات قرآنية ولا حديثا شريفا ولا شيء، نكتب فقط الاسم إذا اسم المدفون في هذا القبر، هذا والله أعلم. هذا هو. نعم. وما ورد من النهي في الكتابة يعني يتساءل بعض الناس. نعم، لأن القرآن كلام الله، نعم، والقرآن مقدس، لا نهينه ونكتبه على القبور، هذه إهانة للقرآن، لا يجوز الكتابة على القرآن. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا والعلماء متفقين على منع ذلك. نعم. بارك الله فيك. رشيدة من شلف. نعم. نعم. الأم التي تمنع بقية الأولاد من، تقول أنها تركت الأرض لأحد الأبناء. نعم. ومنعت الآخر. إيه، الأرض من لمن؟ ملكيتها لمن؟ إذا كانت لزوجها المتوفى ليس من حق الأم أن تتصرف كما لو كانت مالكة هي لهذه الأرض، فهذا الإعطاء يسمى عند الفقهاء إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، فلا يجوز لها أن تخص أحد أولادها بحق الانتفاع وبحق الاستفادة وبحق التملك أو حق حتى البيع، هذا لا يصح ولا يجوز، يعني حتى البيع الذي باع إذا لم يكن مالكا لها ملكية يعني صحيحة
عقد البيع باطل، والبيع باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن يبيع أحدنا ما لا يملك. بيع ما لا يملك الإنسان بيع باطل غير صحيح، فلذلك هذا التصرف خاطئ. الأم راهي ظلمت أولادها وفضلت أحدهم بتخصيصه هذه الأرض له، وهذا الذي أيضا أخذ الأرض لحوزته دون كتابة دون توثيق، وتصرف كما لو كان يملك يعني بموجب الوكالة التي تحصل عليها من الأب قبل وفاته. هذا أولا تصرف غير قانوني، لأن القانون والشرع هنا يبطل مفعول الوكالة بمجرد وفاة من حررها. لا. من أنجزها. توفى الأب، كيف تتصرف الآن بوكالة ميت؟ هذا تصرف خاطئ. فالأولاد إذا لم يعني رفض أن يعطيهم حقوقهم، إذا تنازلوا وسمحوا هذا أخوهم قال سيدي ما نحصرش أخوتنا، هذا أولى للحفاظ على التماسك الأسري. لكن إذا هم محتاجين حقوقهم وركب رأسه وأبى ورفض أن يشاركهم، عندئذ العدالة تفصل بينهم. طيب طلبة دعاء لأبنائها سيدة رشيدة من ولاية شلف. والله نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والصلاح لجميع أبناء المسلمين إن شاء الله وأبنائها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إلى حياة من بومرداس، حياة عاملة وطالبة في نفس الوقت. نعم. نتيجة لبعض ظروف وضغط هذه الظروف أقسمت ألا تكمل دراستها. نعم. ثم ندمت وأرادت أن تستأنف الدراسة. نعم. استأنف الدراسة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أقسم على شيء وعلم وبين وظهر له الخير في غيره فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فواصل دراستك وربي يوفقك إن شاء الله، وكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين إذا كنت قادرة، وإذا كنت عاجزة فصومي 3 أيام وربي يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عبد المجيد من ولاية جيجل يقول أن الأب مات العام الماضي رحمه الله، وكتب قطعة الأرض على الأخ الكبير. الآن يسأل يقول هل هذه القطعة هي ميراث بيننا نحن الورثة أو هي للأخ الكبير كما راه يقول وراه مكتوب عليه بالوثائق؟ هذا مدام أبوكم كتب هذه الأرض توثيقا رسميا لأخيكم هذا الأكبر، هذا تمليك. العقد التوثيقي هذا تمليك. معنى ذلك إذا امتنع الأخ ورفض أن يشارك إخوته بالنسبة إليه له حلال، إذا لم يكن بإعاز منه كتب الأب له الأرض أو بوعد كاذب، مثلا اكتب لي هذه الأرض وإن شاء الله نحفظها، وإذا ما وقع البيعها ولا كذا سأشارك مع إخوتي، وغره أغر به بهذه الوعود الكاذبة الزائفة وكتب له. عندئذ هذا الأرض تكون ميراث، لكن قانونا راهي ملك له. فإذا أراد هو الآن أن لا يتضرر أبوه، لأن هذا فيه ضرر لأبيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا التفريق بين الأولاد، سووا بين أولادكم في العطية، ألا تحبون أن يكونوا لكم سواء في البر؟ قال نعم. قال إذن سوي في العطية. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عندما خصه أبوه بعطية وعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشهده، قال أنا لا تشهدني على جور، هذا جور، هذا ظلم. فلذلك إذا ملكها له فهو ظلم، فأبوه الآن يتحمل مسؤوليته عند الله تعالى. وإذا كتبها بإعاز منه وبوعود زائفة كاذبة، كذلك الأب لا يسلم وليس بريئا من الإثم، وهو كذلك مشارك له في الإثم، وهو آكل لمال الناس بالباطل. فإذا أراد أن ينفع أباه وأن يحافظ على الوحدة الأسرية يعيد هذه الأرض لعموم الأسرة وتقسم قسمة التركة. نعم. هذا هو. الله الموفق. الله يبارك فيك. طيب نسمع إلى كمال من بسكرة. ألو. نعم يا كمال. بيحبك تحية للشيخ برك بدون إطالة. تفضل. اللي خالي مشكلة بيدي فضلك إن شاء الله بيحبك. خالي مشكلة مع المدام وفي لحظة خلقة من شيحتك مشي بابا بها. وحبت القش يعني القش نتاعها معها في لحظه تاع غضب، كنت حاب يعني نمنعها من هذا، قلت لها
قلت لها بالحرام إذا بديتي القش هذا ما عادش يرجع للدار. مشات هي للدار ومن بعد صالحنا صالحنا ورجعت المرأة نتاعي بقى القش نتاعها في بابها درت الفاشية حتى ترجعوا درت اسكو كاين حل اسكو يعني فيها فدية ناخذوا ورجعوا نعم يعني الحل. واضح يكمل واضح. ربي يحفظك سلام. الله يبارك فيك. هاجر من تيزي وزنا. الو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. حبيت نطرح عليك سؤال. تفضلي. الله يزيد فضلك. لافامي تاعي عندي عرضوني. نعم. ومن بعد كي نروح للعرس تاعهم. يعرضوها للعرس. يعرضوها للعرس. يقطعوا فيا. ومن بعد انا نسكت لهم ما نقدرش نرتاح لهم. اسك نقدر. نكمل معاهم نروح للعراس يعرضوني هكذا ولا نقطع منهم. لماذا تمتنعين؟ علاش تمنعي روحك من الحضور عرس هذا؟ انا ما حبيتش اسمح لي شيخ ما حبيتش اني نقطع الرحم ولكن يديروا لي بزاف لي بروبليم يعني يوسوسوني بزاف حتى ولي حتى ولي نشك في روحي. هذا السؤال الاول شيخنا. السؤال الثاني عندي اولاد هكذا انا حبيت نزيد ولكن الزوج ماشي قد يهدرني شوية تفهمني كيفاش يعني ما يطمش بيا كيما بعض الرجال كاليك يوم بعد ما حبيتش نزيد عجل عاد نمرتو عاد نمرض تنفس عاد نمرض بزاف هل يجوز لي نقطع خلاص ما نزيدش الأولاد ولا نكمل إن شاء الله يلا. واضح ان شاء الله. سؤال واحد اخر. تفضلي. ما عندي بابا الله يرحمه ميت اجي نحب نروح للقبر فقالوا لي بلي ما ينقش تتوجه تروح للقبر هذا ادعي له في الدار. ان شاء الله نجاوبك يا بنتي. شكرا شيخنا يعطيك الصحة. بارك فيك يا بنتي. شكرا. فتيحة من العاصمة ونجيب نعم. اخت فتيحة. الو. نعم مساء الخير. مساء النور يا فتيحة تفضلي. خويا وشأك محمد خويا لاباس؟ الحمد لله. الشيخ تاعنا لاباس. مرحبا بك انت. شكرا. الله يسلمك خويا. حبيت نسقسي الشيخ. انا كان فيا حنا كان فينا وحدة الدين في وحدة الدين. نعم. والدين هذا طول يعني تهاونت عليه نهار عندي ونهار ما عنديش وتهاونت عليه على كل حال. ومن بعد مولاته هذا ما عادش يتاح ليها ذهب. المرأة هذه بعد ماتت كي ماتت تهاونت شوية حوست على بنتها. ومن بعد كي حوست عليها لقيتها مريضة في السبيطار وكي لقيتها في المرأة في السبيطار ما قدرتش نعطي لها الدين هذا رحت باش نعطي لها هذا الدين اللي خلاته يماها في رقبتنا تهاونا عليه. حوست على وليدها كي حوست على وليدها ما بديتوش خليت الأمانة هذه في لونفلوب خليتها لمرتو. مرتو هذه قلت لها كي يجي أعطي له الأمانة هذه يديها لأخته راه الدين في رقبتنا. غدوة من ذاك حنا كنا رايحين للعمرة على كل حال. غدوة من ذاك جابوا منا جاب الظهر هذوك قالنا هذو الدين هذا راكم أنتم طولتوا عليه بصح أنايا ما بيداكم جبتو راني درتو في جيبي وراكم راني رجعت لكم السمح من عندي. شكون هذا اللي قال هذا الكلام؟ وليدها وليد المرحومه. وليد المرحومه احنا بلغنا باش يعطيه لاخته هذه كانت مريضه في السبيطار. شاور اخته ولا لا؟ والله سمح هو وحده هل شاورها اخته؟ كانت في السبيطار الله اعلم. طيب. الله اعلم احنا دينا له حوسنا عليها ورحنا ليها حتى السبيطار لقيناها شويه في غيبوبه شويه. طيب نجاوب فاتيحة وليدها على قوها. نعم. قلنا له هذه الامانه ديها لاختك. طيب سؤال واضح سؤال واضح نعم. انا من عندي طيب. راه يسمح صدقه على يما من عندي. طيب حتى يبقى لنا الوقت نجاوبك على سؤالك يا فاتيحة. سؤال واضح الله يرضى عليك بارك الله فيك شكرا جزيلا. طيب نكمل الإجابة دكتور. كنا أجبنا الأخ عبد المجيد من جيجل إلى نعيمة من تيبازا. أبوها أعطى الأرض للأخ ولم يكتبها له لأحد أبنائه. نعم. ودون كتابة. نعم. وبعد وفاة الأب الآن. نعم. هل نظن
هي قالت أن منابهم نعم تنكر لإخوته، وأيضا أن منابهم جاء في قطعة بعيدة يعني جبلية. نعم نعم بعيدة. الأب أعطى كل أولاده شيئا. نعم. وهذا الابن خصه بهذه الأرض الكبيرة والقريبة والصالحة إلى آخره. نعم. لما توفي الأب وكأن بقية الأولاد لم يرضوا بما أعطوا، فأرادوا أن يشاركوا أخاهم فيما أعطاه أبوه، فالأخ امتنع. الآن إذا كان هذه العطية على سبيل التمليك، وعندما تسلمتموها من أبيكم رضيتم ولم تبدوا اعتراضا، فهذا الرضا خلاص، كل إنسان ملك ما أعطي له ورضي به وحازه، فليس له أن يطالب بعد ذلك ما أعطي لغيره من الإخوة. أما إذا كان هناك اعتراض، هناك رفض لهذه القسمة من الأب، وليس قسمة، هي هبة في الحقيقة، لأن الأب لما يقسم في حياته أغلب الظن أنها هبة، والهبة يجوز للأب إذا كان على سبيل الهبة أن يسوي حتى بين الذكر والأنثى في حياته، لكن بعد موته أو تقسيم التركة على أساس قسمة فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هنا نقول بأن هذه العطية من الأب، الآن إذا رضيت في حينها خلاص ما عاش فيه تراجع، إذا ما رضيتوش في حينها اعترضت، لكم الآن أن تعترضوا وأن تطلبوا من أخيكم هذا الذي تسلم أرضا كبيرة وصالحة أن يعيد الأرض وأن تعيدوا كل ما أعطي لكم وتقسموه كل بنى به الذي أعدده واشترى. طيب كمان بسكرة وقع في إشكال وحرج دكتور مع زوجتي. نعم مع زوجتي. نعم. وهذه اليمين التي أقسم بها على هذا المتاع. والله هذا الحمد لله، احنا عندنا الشيخ القرطبي في تفسيره جامع أحكام القرآن أورد 17 قول للفظ التحريم. نعم. فقال هذا أغلبها تنصرف إلى اليمين، فهو أقسم كما لو أقسم بالله وبكذا وتالله والله أن لا يعاد هذا العفش إلى بيته. الحمد لله أنه لم يقسم على المرأة أن لا تعود، والحمد لله تصالح معها وعادت، فأعد عفشها، أعد هذا متاعها، وكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام فقط، هذا الذي عليه. طيب هاجر من تيزي وزو. نعم. الآن هي تأذت من ذوي الأرحام وتدعى منهم إلى الأعراس، والأعراس هذه طيب. فيها منكرات. لا هي قالت يحرجوها الأقارب يعني ويوقعوها في مشاكل و في العرس في الأعراس هذه في الأعراس هي. يعني تتأذى في أذية من الأقارب تجاهها، ولسبب هذه الأذية تريد أن تقاطعهم وأن لا تحضر وأن لا تستجيب لهذه الأعراس. نعم. قل لك يا بنتي احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، هو اولا حديثاني، حديث يقول حق المسلم على المسلم 6، وذكر من بينها واذا دعاك اجبه، معناها اجابه الدعوه. اجابه الدعوه راهي واجبه من حق المسلم على المسلم، هذا مسلم اجنبي يعني مش من الاقارب، يتأكد الحرص ووجوب إجابة الدعوة إذا كانت من الأقارب، لأن عدم إجابتها يؤدي إلى قطع ذوي الأرحام، إلى قطع الرحم، وقطع الرحم من أكبر المعاصي، فلذلك لا يجوز عدم استجابة هذه الدعوة إلا إذا العرس فيه منكرات، فيه محرمات، عدم استجابتك للنفور من هذه المحرمات وعدم المشاركة في هذه المحرمات هنا لك ذلك، لكن اذهبي إلى أصحاب العرس قبل أو بعد وقدمي هديتك، تحافظي على الرحم والتواصل بين الرحم، ما تحضريش يوم العرس لأنه فيه منكرات، فيه مثلا غناء بذيء وفاحش وفيه خمور وفيه كذا وفيه كذا، قال أنا منكرات هذه لا أحضرها وعرسي مثل هذا لا أحضره، لك ذلك، ولكن مدام أرحام صليهم قبل أو بعد العرس، وقومي بالواجب نتاع التهنئة والتمني بالنجاح إن شاء الله، وربي يوفق. الله يوفق. هذا بالنسبة لأن والحديث الثاني رواه الإمام مسلم قال وإذا دعاك فأجبه، بهذا اللفظ هذا
وإذا دعاك فأجبه، يعني أمر، والأمر في إذا لم يقترن بقرينة تصرفه عن الوجوب فهو الوجوب. إذن إجابة الدعوة راهي واجبة. والله الموفق. آمين. تقول عندي أولاد وأريد أن أنجب ولكن الزوج يهملها ولا يقوم على شأنها، هل تقطع النسل؟ لا، أنا أقول تسأل إياك هاشر. القطع الكلي حرام باتفاق، إلا في حالة واحدة حينما يتفق الأطباء ويقولون بأن هذه المرأة إذا حملت مرة أخرى مهددة بالموت، يعني الموت شيء محقق بسبب الحمل، عندئذ نعم تقطع وتستأصل الرحم أو تقلبه، لأن هناك طرق عدة لقطع الرحم. لكن أن تقطع الرحم بسبب إهمال الزوج، أن تقطع يعني الولادة بسبب العجز الظرفي اللي ممكن أنه تتعب معه ولكن لا يؤدي إلى الخطر، فهذا لا يجوز، لا يجوز. زيارة قبر والديها. زيارة القبر بالنسبة للمرأة، نعم للمرأة تزوره، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي الرواية تذكركم الموت. قال العلماء: في هذا الأمر يعم الذكور والإناث على حد سواء، معناها كما أنه للرجل أن يتذكر الموت ويتذكر الآخرة بزيارة المقبرة، يعني يشوف ناس كانوا معاه البارح حيين يعاملهم ويتعامل معهم ويحبهم ويحبوه، اليوم راهم مدفونين، معناها يأخذ العبرة ويتذكر بأنه سيأتي اليوم يلحقهم في سكناهم، فحتى يتزود بما ينبغي أن يتزود به وهو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال العلماء: الأمر بهذه الزيارة التي هذا هو هدفها يشمل الرجال والنساء، لكن في حديث آخر اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. كلمة زوارات صيغة مبالغة، معناها اللعنة ليس لكل زائرة للقبرة من المقبرة، إنما للمكثرة للزيارة التي صباح مساء في المقبرة. من أين جئت؟ من المقبرة. إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى المقبرة. لما كل هذا؟ فالإكثار من زيارة المرأة للمقبرة يلحقها بهذه اللعنة، يعني يطردها من رحمة الله، هذا الذي نهى عنه العلماء وحرموه. وليس الزيارة من حين لآخر للتذكر لأخذ العبرة، هذا لا يضر لا للرجل ولا للمرأة. بارك الله فيك شيخ، شكرا جزيلا. طيب نضيف مكالمة إن شاء الله نستقبلها. نعم أخي يونس. نعم، من فرنسا الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، يعني بنتي باش تتزوج وأنا أرملة وعندي هنايا. أعيد السؤال الله يرضى عليك. أختي بنتي باش تتزوج باش ندير الفاتحة. نعم. إيه؟ ندير فاتحة بنتي. أنا السؤال تاعي واضح، يعني شكون أول هو اللي قريب ليها باش يكون يعني كيش يقولوا وليها نهار الفاتحة؟ أسكو خالها أسكو عمها؟ إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا، مع السلامة. مع السلامة، في أمان الله يا فاطمة. نعم. فتيحة من العاصمة. فتيحة قالت كان عليها دين شيخ وتهاونت فيه مع بينها وبين امرأة اشترت عليها الذهب، مات هذه المرأة رحمها الله، ثم بعد سنين ردت هذا الدين لي. نعم. الورثة أعطته في يد الابن. الابن نعم. والابن عاود سلم لها الدين وقال لها أنا سامحين فيه. نعم. الآن إذا كانت إعادة هذا الدين من الولد وهذا نبل، يعني حفاظ على أهل ودي أمه، وهذا من حق الوالدين على الأولاد بعد وفاتهم، كما قال العلماء أن تصل الحديث أن تصل أهل ودهم بعد موتهم، فإذا هنا معناها راه نبل وأخلاق وبر بالوالدين. لكن هذا الإعادة للمال الذي كان دينا على من دفعه إليه في حق شراء وبيع في مجوهرات ذهبية، إذا كان شاور بقية الورثة
ووافقوا على هذا التصرف فهو صدق على أمه. أما إذا تصرف بإرادة منفردة دون أخذ رأي غير الورثة فهذا تصرف غير صحيح. الذين أعيد إليهم المال إذا استطاعوا أن يسألوا هل يعلم جميع إخوتك بالأمر هذا، إذا قال نعم خلاص برئت ذمتهم، يأخذ المال فصدقة أو هبة إلى آخره. لكن إذا قال لا، أنا الذي تصرفت بهذا ولم أشاور أحدا ولم استشر أحدا ولم يقول أحد برضا وعدم الرضا، عندئذ يقول يا ولدي لا، هذا المال مش ملكك خاص وحدك، تتصرف فيه، تتصرف فيه، فشاور إخوتك، حول المال أمانة، شاور إخوتك، إذا كان رضاو أهلا وسهلا، إذا ما رضاوش أقسمه يا ولدي على ولي أخوتك، بهذا تبرأ ذمتهم. أما إذا لم يفعلوا فذمتهم ما زالت عالقة بهذا الدين هذا. طيب نمر إلى سؤال فاطمة من فرنسا، من هو الأولى في تزويج هذه البنت؟ الأولى بالولاية العم وليس الخال، الخال لا ولاية له على بنت أخته، العم هو الولي، ولو كنتم على خلاف ولو كنتم كذا ولو كنتم كذا، لكن الولاية الصحيحة للعم. إذا تأسف العم نظرا للعلاقات السيئة بينكم ورفض أن يتولى تزويج البنت، البنت تذهب عندئذ عند القاضي، وما دام القاضي هناك ليس مسلما تتولى تروح للإمام، إمام المسجد اللي هو من المسلمين، إما أن يتولاها هو بنفسه ويزوجها، وإما أن يعين لها وليا. أما الخال فلا ولاية له على تزويج ابنة أخته، وربي يوفق إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك فيك. طيب مدام انتهت الأسئلة، نضيف سؤال يتساءل عليه كثير من الناس شيخنا أبو عبد السلام فيما يخص الزكاة. الناس دائما تتساءل لماذا يقدر النصاب بالذهب ولا يقدر بغيره من أجناس كالفضة مثلا؟ لأن هذه مسائل توقيفية. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عين النصاب، وعينه بما يسمى عندهم في وقتهم بعشرين مثقال، والعشرين مثقال هي عشرين دينار من الذهب. ووزن الدينار الذهبي في ذلك الوقت المتعامل به هو 4.5 غرامات، يعني مجموع وزن العشرين دينار هي 85 غرام الذهب الخالص. لأن الشيخ حمد حماني رحمه الله عليه كان عنده اجتهاد في هذا الموضوع، قال إذا كان الذهب خالصا فنعمل بالخمسة وثمانين غرام، لكن الذهب تضاف إليه مادة أخرى لتماسكه حتى تجعله يتماسك النحاس، يعني نحاس، فقال هذا نرفع الوزن إلى 93 غرام فاصل، يعني فيه زيادة 89 ولا 93 فاصل. نعم. قال معناها الوزن الصحيح للذهب الذي وضيفت إليه مادة أخرى لتماسكه هو 93 فاصل غرام. أما إذا كان الذهب خالصا ذهب بغض النظر عن كان عياره 85 18 ولا 21 ولا 23، ولا هو المهم ذهب خالص، فهو 85 غرام. والآن من باب التيسير على الناس، من باب السهولة، واتفق العلماء على 85 غرام، لا نفسد على الناس اجتهادهم ونقول يلا 85 غرام. ولذلك الآن النصاب الزكاة يتغير من سنة إلى سنة حسب خلال السنة، خلال السنة يرتفع وينقص، هذا هو. ولذلك سعر الذهب هو المتحكم في تعيين نصاب الزكاة نقدا. والله الموفق. الله الموفق إن شاء الله. إذن أتينا إلى تمام ونهاية هذا العدد، شكرا لكم شيخنا أبو عبد السلام. هذه الإجابات لإخواننا وأخواتنا، أيضا شكر موصول لأخي فيصل في لغة الإشارة، وكذلك للإخوة والزملاء. أخي يونس كم تبقى معنا من الوقت؟ إذن 50 ثانية ينتهي بها لقاءنا إن شاء الله. نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة، جمعة مباركة إن شاء الله لنا ولكم جميعا إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في رعاية الله وعنايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من الصيام. نعم طبعا. شكرا.